كابتن اسامه، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. يمكن الوتيره فضلت زي ما بدانا الشوط الاولاني، وكانت المباراه مفتوحه برضو، ولكن قل الجهد البدني للاعيبه الفريقين، لكن قدر النادي الاهلي يحافظ على المكسب الشوط الثاني، وده من مكاسب المباراه النهارده. المباراة طبعا كأداء متوسطة المستوى، يمكن أقل من المتوسط. النادي الأهلي خد الثلاث نقط، خد اللي هو عايزه، هو ده أهم حاجة حصلت النهاردة. في لعيبة كتير النهاردة مش في حالتها، والتغييرات للأسف ما أثرتش كتير، يعني المفروض كانت تأثر أكتر من كده، لكن زي ما أنت قلت الأداء الشوط التاني برضو قل، الريتم قل من الفرقتين. يعني المجهود اللي اتعمل الشوط الاول يا كابتن يعني مع حراره الجو ممكن اكيد اثر في اداء اللعيبه. ماشي، ممكن يكون رطوبه ده، عاليه ممكن جدا جدا، ممكن يكون ده اثر، ولكن اهم حاجه حصلت النهارده الثلاث نقاط، هدف امام الحلو، و اضاعه مودست لكور سهله جدا 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 باستغراب يعني. و يعني النادي الاهلي في المجمل استحق النتيجه ويستحق الثلاث نقاط. انا شايف عمر كمال وامام طبعا بالهدفين اللي جابهم، وحسين زي ما قلنا الشوط الاولاني هم اللي حاولوا الى قد ما يقدروا. التغييرات كهربا وقفشه وطاهر طبعا غصب عنهم نزلوا في وقت متاخر جدا، يعني كهربا نزل في الدقيقه 75، قفشه وطاهر نزلوا في الدقيقه 81 82، ما لحقوش يعملوا حاجه قوي يعني. هم بيحاولوا يتحركوا كده لكن ما لحقوش قوي. يعني كل اللي اقدر اقوله ان النادي الاهلي حقق المطلوب منه بالثلاث نقاط ووصل للمركز الرابع، دي اهم حاجه حصلت.